برضو لاحظتها غريبة جدا، الإسراف في المية بيكون طاقته سلبية على صاحبه. يعني أنا في حد كان دايما يغسل عربيته بنفسه، يفضل يغسل، بصي كان الشارع كله بيتبهدل مية بسبب غسيل العربية. الراجل ده أكتر واحد عمل حوادث في حياته في العربيات، حول ولا قوة على إلا طول رايح بالله. بحادثة وجاي بحادثة. هو أهدر طاقة الرزق على العربية بتاعته، فالعربية والمية ما ادولوش غير شرها. إهدار المية غير مستحب. عايز على فكرة بيجي لهم مال، لكن هو هيجي المال، يعني بس هيروح فورا المية على رزق بسرعة. هيجيلك هيطير. ناس كتير تقول لي طار، اقول لها عملتي ايه؟ دوري بتستعملي المية ازاي معاكي في حياتك. برضو من الحاجات اللي بتهدر طاقة، احنا قلنا ان المطبخ طاقة الرزق في البيت، ستات البيوت اللي بيستخدموا المية، اللي هي تفضل فاتحة الحنفية على الفاضي لغاية مش عارفة ما اخلص ايه وارجع. ما تزعليش بقى اما تقولي لي الرزق قل ليه، ما تزعليش اما تقولي لي هي البركة عندي في البيت قليل ليه، هي التلاجة اتحرقت ليه، هي الغسالة باظت ليه. لا، ما انتي واقفة في بيت الرزق في بيتك عمالة تهدري مية. طبعا حافظي على المية زي انيكي كده، مفيش حاجة اسمها انك تهدري مية.